هذا اللقاء الفكري حول موضوع الثقافة رافعة للتنمية، هل ممكن؟ نسعى من خلال هذا اللقاء إلى مقاربة عدد من التساؤلات مرتبطة أساساً بمدى حضور البعد التنموي في السياسات العمومية المتعلقة بالشأن الثقافي، وهل هناك فعلاً استحضار للعوامل الثقافية في التنمية، وهل هناك إرادة حقيقية بالقوة الضرورية للاستثمار في الرأسمال الثقافي بأفق تنموي استراتيجي بصفة عامة، والارتكاز على دعائم التراث المادي مثلا كأحد دافعات إقلاع التنموي. يتقاطع موضوع هذا اللقاء الفكري مع الإسهامات الفكرية الاقتصادية للفقيد عزيز بلال، الذي نهدي أشغال هذا اللقاء لروحه. عزيز بلال كان له مؤلف حول التنمية والعوامل غير الاقتصادية، سعى من خلال هذا المؤلف إلى البحث في العوامل الاقتصادية، العوامل غير المادية في الرؤى التنموية. كيف ممكن تكون الثقافة رافعة للتنمية؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه هي بالفعل على مستوى الخطاب، من دون شك الإجابة بالإيجاب وشيء من الواضحات، ولكن الذي نهتم به في هذا اللقاء هو الاستدلال حول المحددات وحول الصعوبات والعراقيل التي تجعل من هذه الثقافة كرافعة التنمية مسألة محرجة في الوقت الراهن بالنظر إلى المسار التنموي للمغرب وإلى ماذا يمكن تفسير ذلك، وما هي الخطوات التي يجب تبنيها من أجل وضع استراتيجية وطنية للثقافة يتفاعل فيها الحكومي مع المجالي مع الترابي مع الفاعلين مع الصناعات الثقافية حتى نؤسس ثلاثة مفصولات تجعل حقيقة من الثقافة حضرة رافعة التنمية، ليس فقط من ناحية المساهمة ديالها في القيمة المضافة ديال البلاد، ولكن أيضا من خلال التعابير الثقافية اللي هي بنفسها كتجسد مستوى الحريات والإبداع في بلادنا. Thank you.